بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم لمادة التربية الفنية للصف الأول الابتدائي للتربية الفكرية الفصل الدراسي الثاني، معكم المعلمة أمل التمامي. اليوم بإذن الله سنكمل موضوع الطباعة بالأثر رقم ثلاثة، الطباعة بالأثر رقم ثلاثة. في الحصص الماضية تعرفنا على الطباعة بالأثر وقمنا باستخدام قوالب طبيعية من أوراق الشجر، وأيضا قمنا بصناعة قوالب صناعية على شكل أوراق الشجر. اليوم سنكمل نفس الموضوع بالطباعة بالأثر، لكن سنستخدم فيها الأشكال الهندسية. عندنا أداب الدراسة عن بعد، الجلوس بشكل صحيح على الكرسي، ونلاحظ أن الصورة التي باللون الأخضر تعتبر هي الجلسة الصحيحة، والصورة التي باللون الأحمر هي الجلسة الخاطئة، لذلك لابد أن تتجنب هذه الجلسة. أستمع لتعليمات المعلمة عندما تقوم بالشرح، أكون مركز معها حتى أعرف ما هو مطلوب مني من الخطوات وأديها بشكل صحيح. أيضا أتبع التعليمات بالتسلسل، مقصود بالتسلسل الترتيب، عندما تبدأ المعلمة الخطوة الأولى أبدأ معها، ثم أنتظر حتى تنتقل المعلمة للخطوة الثانية، ثم أنتقل معها إلى الخطوة الثانية بالترتيب. أيضا أطلب من ولي أمري متابعة نشاطي وطلب المساعدة عند الحاجة، خاصة عندما نستخدم بعض الأدوات الحادة مثل المشرط والمقص. خاصة في نشاط اليوم سنستخدم هذه الأدوات الحادة، لذلك لابد أن تطلب المساعدة ممن هم أكبر منك سنا حتى يقوموا بمساعدتك أثناء النشاط. في الأخير أحافظ على نظافة المكان والملابس، أكون حذر عند استخدام الألوان، عندما أنتهي أقوم بتنظيف الطاولة، أرجع الأدوات لمكانها الصحيح، أتخلص من بعض الأدوات المستهلكة التي لم أعد بحاجة لها وأرميها في سلة المهملات حتى يصبح المكان نظيف. نأتي لدرس اليوم. اليوم سوف نتعلم صنع قالب من الأشكال الهندسية، صنع قالب من الأشكال الهندسية، وسنتعرف على الطريقة بالتفصيل أكثر. إذا عندنا الهدف العام أن يصنع الطالب والطالبة قالب من الأشكال الهندسية. الأهداف التدريسية أن يكرر الطالب والطالبة معنى الطباعة بالأثر، ثم يعدد بعض القوالب الطبيعية والصناعية للطباعة بالأثر، أيضا يعدد الأشكال الهندسية، ثم يصنع الطالب والطالبة قالب من الأشكال الهندسية. عرفنا الطباعة بالأثر مسبقا في الحصص الماضية، وقلنا أنها هي استخدام قوالب سواء كانت طبيعية من في الأوراق الشجر أو القواقع، أو قوالب صناعية يقوم بصنعها الإنسان من خلال رسم التصميم وتفريغ القالب الصناعي. طبعا لماذا نستخدم هذه الطباعة؟ لنقل اللون والزخرفة الموجودة على نفس هذا القالب على أسطح مختلفة، وقلنا المقصود بالأسطح المختلفة اللي هي ممكن أني أطبع على قماش، على ورق، على جدران، على علب هدايا وغيرها من الأسطح المختلفة. طيب عندنا هذه القوالب الطبيعية والصناعية أني أقدر أستمدها من الأشياء الطبيعية حولي، مثل صورة القمر الطبيعي الذي نشاهده في السماء، أقدر أصنع قالب صناعي على شكل القمر مثل هذه الصورة. أيضا الزهور التي حولنا نشاهدها في الحدائق والأماكن العامة، نقدر نسوي مثلها قالب صناعي على شكل وردة أو زهور. إذا هذا الفرق بين القالب الصناعي والطبيعي. نأتي الآن إلى تسمية الأشكال الهندسية التي تعرفنا عليها في مادة الرياضيات ومادة التربية الفنية، وركزنا على أربعة أشكال اللي هي أولاً المربع، ثم الدائرة، ثم المستطيل، ثم المثلث. طبعاً الأشكال الهندسية ليست فقط هذه الأربعة، يوجد السداسي، يوجد المعين، يوجد البيضاوي، لكن تركيزنا راح يكون على هذه الأربع أشكال، لكن يوجد أشكال أخرى غير هذه الأشكال الهندسية التي تظهر على الشاشة. طيب نأتي لصناعة القالب أو قالب الشكل الهندسي مربع. عندنا خمس خطوات. أولاً أني أرسم شكل القالب، إما أني أستخدم قالب جاهز وأبدأ أرسم، أو إذا كنت متمكن من رسم شكل المربع أبدأ أرسم رأساً على قطعة الفلين. بعدها أستخدم المقص في الخطوة الثانية وأبدأ أقص على نفس الخط اللي أنا رسمته. بعدها أستخدم الصمغ للصق قطعة الفلين التي قمت بقصها على قطعة كرتون أو فلين، أثبتها على قطعة الكرتون، ثم تصبح جاهزة للاستخدام. طبعا لازم نتركها تجف حتى أقدر أستخدمها. إذا هذا هو طريقة، أو هذه هي طريقة صناعة القالب من الشكل الهندسي مربع. أيضا بنتعلم صناعة قالب بالشكل الهندسي دائرة نفس الطريقة.
استخدم قالب جاهز لرسم شكل الدائرة، او اني ارسمها رأسا بالقلم الرصاص اذا كنت متمكن من رسم شكل الدائرة، ثم نستخدم المقص لقص الشكل اللي انا رسمته باتباع الخط المرسوم، استخدم الصمغ لتثبيت قطعة الفلين على قطعة الكرتون السميكة التي هي رأس القالب، لأن أقدر أمسك القالب من هذه القطعة. أثبت القطعة الفلين اللي رسمت عليها الشكل الدائري اللي باللون الأصفر على قطعة الكرتون، يصبح الشكل النهائي بهذه الطريقة. إذا أنا هنا كونت ماذا؟ قالب طبيعي أو صناعي؟ أحسنتم، صناعي، لأني أنا صممت الزخرفة وأنا الذي قمت بالقص واللصق لهذا القالب، إذا هو بتدخل الإنسان. طيب، إجراءات الطباعة بالقالب شنو نستخدم؟ ممكن أستخدم ألوان، ممكن أستخدم اللي هو الحبر اللي يستخدم للبصمة بهذه الطريقة، وأبدأ أستخدمه على الورق أو تزيين الجدران بهذه القوالب الصناعية. أيضا ممكن أني أزين بعلبة الأقلام، كرت دعوة أو بطاقة، علبة هدايا، كل هذه أنا أقدر أزينها بهذه الأشكال الهندسية. طيب خلونا الحين نشوف ما هي إجراءات طباعة القالب الصناعي للأشكال الهندسية. عملت مجموعة من الأشكال الهندسية بقوالب صناعية، مثل عندي هذا القالب، قالب الدائرة، قالب المثلث، وقالب مستطيل صغير بهذا الشكل. طيب هذه كلها تعتبر قوالب صناعية لأنها بتدخل الإنسان. سنستخدم نفس هذه القوالب من خلال صنعها بقطعة هذا الفلين، قطعة الفلين هذا، اختار اي لون، مثلا ازرق، بني، كل هذا يسمى فلين. لاحظوا طري، انا اقدر ارسم واقص عليه، اذا هذا فلين طري، لاحظوا كيف ينثني معي. طيب ابدا الان برسم الشكل الهندسي اللي انا ابغاه، مثلا انا ابغى شكل الهندسي مثلث، وابدا برسم المثلث رأسا على قطعة الفلين. طيب بعدها يا أني أستخدم المشرط يا أني أستخدم المقص. أنا راح أستخدم المقص. طبعا في هذه الخطوة ستطلب المساعدة ممن هم أكبر منك سنا، لأن هذه الأدوات تعتبر حادة. وأبدأ أقص على نفس الخط اللي أنا رسمته. لاحظوا الآن تكون عندي شكل مثلث. أبدأ الآن أحضر قطعة فلين صلبة. هذا الفرق بين هذا الفلين، هذا نسميه فلين طري ينثني معي، لكن هذا لاحظوا ما أقدر أثنيه لأنه قاسي. هذا قاعدة القالب، راح تكون قاعدة القالب بهذا الفلين القاسي. أقطع الفلين قطعة مناسبة لحجم المثلث اللي أنا رسمته. سأستخدم المشرط، أبدأ بحجم مناسب. بعدها أستخدم الصمغ لتثبيت الشكل الهندسي مثلث. هنا صار عندي القالب جاهز للاستخدام، بس لابد أن أتركه حتى يجف قطعة المثلث وأقدر أستخدمها. لذلك أنا سأستخدم القوالب اللي سبق وأن صنعتها لأنها أصبحت جافة بإمكاني استخدمها، لكن هذا رطب الصمغ راح أتركه حتى يجف. نفس الطريقة اللي استخدمناها في الحصص الماضية، طريقة الطباعة، نفس الطريقة، أني أضع لون من الألوان المائية في صحن بلاستيك، وأستخدم فرشاة الرسم، وأخلط اللون بقليل من الماء حتى يصبح عندي اللون لزج. لاحظوا كيف لزج بهذه الطريقة. الآن راح أستخدم القوالب اللي رسمتها مسبقا، شكل المثلث، أضع اللون على الجزء البارز فقط، وأبدأ
أضغط على الورقة حتى يتكون الشكل الهندسي. هذا شكل المثلث، دائرة، مستطيل، أشكال مختلفة من الأشكال الهندسية. إذن لاحظوا الشكل النهائي للقالب اللي صنعناه من شكل الهندسي مثلث والدائرة والمستطيل. إذن تعرفنا اليوم على طريقة صنع القالب الصناعي باستخدام الأشكال الهندسية، وتعلمنا على إجراءات الطباعة على الأوراق. هذا هو درسنا اليوم، أتمنى أن يكون درس اليوم مفيد لكم أعزائي الطلاب والطالبات. بإذن الله أراكم في الحصة القادمة. كانت معكم المعلمة أمل التمامي، مع السلامة.